ومن بغداد ينضم إلينا الدكتور محمود علوش الخبير الاقتصادي. بعد تحية دكتور محمود، هناك يعني محاولات تخص انضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية، فكيف ترى المعايير التي تجعل العراق طرفا لاعبا في هذه المنظمة، وكيف أيضا تبدو المعايير الاقتصادية المتخذة في هذا الإطار؟ تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. بالحقيقة العراق منذ فترة، منذ أكثر من 20 عام، وهو يحاول أن ينضم إلى منظمة التجارة العالمية الدولية. الحقيقة الانضمام العراق في هذه، ضمن هذه الظروف اللي يعيشها البلد، بعد تعتبر غير مجدية بالنسبة لانضمامه، اللي يفترض أن يكون هناك اهتمام وبالجانب الزراعي والصناعي والصناعة التحويلية والقطاع السياحي، ليكون العراق مؤهل للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية. القرارات منظمة التجارة العالمية هي قرارات ملزمة لكافة الأعضاء المنضمين إلى المنظمة. العراق تم قبوله بصفة مراقب لحد الآن منذ أكثر من 15 سنة، والعراق بصفة مراقب لم يتم. وهل هذا، هل هذا أعطى طبعا للعراق خبرة في معرفة الملفات أو ما يدور بداخل أروقة منظمة التجارة العالمية؟ المفروض أن يكون هناك توجه ل يعني تفعيل هذه القطاعات، ليكون العراق مؤهل للانضمام لهذه. قبل هذا يفترض أن نهتم بالتكامل الاقتصادي العربي. هذا مثل ما موجود الاتحاد الأوروبي وغيره، فالمفروض احنا محيطنا العربي نعمل على تقوية العلاقات مع الأقطار العربية أولا، ومن ثم الانتقال إلى هذه المرحلة الثانية بعد بناء القطاعات الاقتصادية المهمة والأنشطة والفعاليات المهمة، اللي هي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والصناعة التحويلية. هل هذه القطاعات يعني، أو هذه الملفات التي تحدث عنها يعني وزير التجارة العراقي عندما قال أنه تم إنجاز يعني 3 ملفات متعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أم أنه كان يقصد ملفات أخرى دكتور محمود؟ الحقيقة هذه الملفات اللي تقدم تهمل هالأمور اللي أنا استعرضتها، وأنا سرق وأن عديت يعني ندوة بهالجانب، وحضرها ممثل مدير عام العلاقات التجارية في وزارة التجارة حضر هذه الندوة، وقدمت ورقة إلى وزير التجارة في حينها لشنو الأمور يعني الإيجابية والسلبية للانضمام، وشنو الأمور اللي يجب أن يقوم بها العراق حتى يكون مؤهل لأن يكون عضو فاعل في هذه المنظمة الدولية. طيب يعني تحركات أيضا على هذا الإطار، يعني مثلا كما نعلم رئيس مجلس الوزراء العراقي شياع السوداني يتجه إلى المشاركة في سويسرا في منتدى ديفوس الاقتصادي، فكيف ترى أهمية هذه التحركات أيضا في أنها يمكن أن تؤتي بطرح جديد لانضمام أو الدفع بانضمام العراق إلى داخل منظمة التجارة العالمية في رأيك؟ نعم، بتقديري انضمام العراق في الظرف الحالي ما يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، هذا رأيي الشخصي نتيجة استقرائي للواقع الاقتصادي في البلد. الظرف الحالي ما يسمح، أما للمستقبل نعم، بعد ما تتمكن العراق من بناء كل تلافي كل هالنقاط الخلل في القطاع، والآن تسير الحكومة العراقية في عهد محمد الشياع السوداني، الحقيقة تمشي بخطوات متوازنة وسليمة وصحيحة، وراح يكون العراق مؤهل لأن يكون عضو فاعل في المنظمة الدولية. طبعا للانضمام إلى مثل هكذا منظمات اقتصادية دكتور محمود، الانضمام إلى مثل هذه المنظمات الاقتصادية العالمية المهمة أو الكبرى، لابد طبعا من توفر عدة عوامل: بيئة، مناخ استثماري، إصلاح اقتصادي آمن. فكيف ترى الخطوات التي تتخذها العراق في السير في هذه المسارات؟
الحقيقة أولا إحنا خلينا نشجع رؤوس الأموال العراقية المهاجرة للعودة إلى البلد لحتى تسهم بعملية إعادة البناء والإعمار للبلد وإقامة مشاريع استثمارية. نعم. ثانيا هناك طاقات يعني من المهاجرين من العراقيين إلى الخارج ذوي إمكانيات وخبرات جدا ممتازة وعملوا على أن يقيمون يعني تطور في إحداث تطور وتغيير وتحسين واقع الاقتصاد العراقي في الاقتصاد في تلك البلدان. نعم. هذول إذا إجوا للعراق وأتيح مجال لأن يجون هذول راح يقومون بعملية البناء والإعمار والاستثمار في البلد بدل ما مستثمرين أموالهم صحيح في خارج العراق. أشكرك إذن هذه التفاصيل الواضحة كنت معنا فيها من بغداد الدكتور محمود علوش الخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا.